كمان انا يمكن عايز اقول لو تساليني ايه الحته اللي انا ممكن انا كنت اتاثرت فيها من مش من دكتور ثروت لكن من الكلام عنه، جزئيه اللي هي شاكر عبد المسيح اللي ما يعرفش او اللي لسه اول مره يسمع القصه دي. دكتور ثروت قعد سنين طويله من حياته بيقدم العطايا بايصال عشان يبقى في يعني متوثق باسم شاكر عبد المسيح، هو اللي بيمضي باسم شاكر عبد المسيح، وده حاجة الإنسان ما بيوصلهاش بسرعة. يعني أنت كمان لما تدي العطاء أو تحاول توصل أن أنت تبقى شخص معطاء، دي جزئية مهمة جدا وجزئية تاخد وقت. لكن الجزئية التانية أن أنت تدي ومش عاوز حد يفتكر اسمك أو كده، دي جزئية تانية خالص. فهو ما كانش عايز حد يفتكر ان هو اللي ده، فاللي ما كانش عايز حد يفتكر اسمه العالم كله اتكلم عنه. هي دي حياتنا مع ربنا، الخطوة الأولى بتبقى خطوة مهمة جدا، خطوة إيمان مهمة، لكن الخطوة التانية ان انا مش عايز حد يقول اسمي، دي خطوة عميقة جدا جدا بيبقى صعب الإنسان يوصل لها إلا بعد مراحل إيمانية عظيمة جدا مع الله. واختار الاسم أو الإمضاء بتاعته بشكل غريب، يعني ما يجيش أبدا غير من إنسان مختبر. يعني شاكر ده إنسان عاش طول عمره يشكر ربنا على كل نعم، وشاف في نفسه طول الوقت أنه يكون عبد لربنا أو عبد للمسيح.